بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، برحب بكل ساده متابعينا في كل مكان، وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. هنقدم النهارده وصفه حلوه قوي بالشعبيات، دي وصفه سوريه حلوه جدا، ونتذكرهم طبعا دايما بالخير ومطبخهم الجميل وبكل حاجه، ان شاء الله يرجعوا احسن واحلى 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 بامر الله. تحياتي طبعا لكل اهل شعبي وسوريا واصحابي، واننا ناس كتير هناك كتير جدا جدا، يعني اتمنى طبعا ان الرساله توصل لهم. قلوبنا معاكم دايما، دعواتنا دعوات المصريين كلهم والله معاكم. تعالوا نعمل عندهم وصفه كده حلوه قوي النهارده، هنعملها هنعمل الشعبيات النهارده باذن الله، وطريقتها سهله قوي وبتتفرد، وبعد كده بنبدا نحشيها اي حشوات احنا عايزينها. ممكن تتعمل حادق وممكن تتعمل حلو، هي اصلا في الحلو في الاساس يعني، ولكن هنعملها النهارده باللحمه المفرومه، هنشوفها النهارده هتبقى عامله ازاي. وبعد كده وقت عندي طاجن لسان عصفور، عاملينه دبابيس الفراخ برضه له تتبيله كده معينه، وان شاء الله نعمله مع بعض. وبعد كده عندي شوربه بروكلي جامده جدا، الناس اللي بتشتكي من عظام والناس اللي بتشتكي من عظم والحاجات ديت، في حاجات كتير قوي بتبقى كلنا بنشتكي منها، تقدري تعملي الشوربه دي. والبروكلي ده هنتكلم عليه لانه ده موضوع لوحده، فعاملين منه شوربه النهارده بالكريمه ان شاء الله، وفي كريمه فرن في اخر حاجه خالص هنبدا نحل بيها. اي اسئله واي استفسارات ارقام التليفونات ظاهره قدامكم على شاشه، 2600 من اي تليفون محمول، 0900 900 من اي رقم ارضي. خلينا نبدا اول حاجه الوصفه بتاعتنا، هنبداها بزبده فرن. ببدا اللي انا اجيب عندي القالب، وقلت لك قبل كده القالب انت بتقسميه ازاي، يعني بتبداي اللي انت تاخديه وتبداي اللي انت تقسميه ازاي، زي اللي هوريه لك دلوقتي. نعيد القصه دي تاني عشان الموضوع ده سهل جدا، انك بتجيب القالب من غير ما تحتاجي لميزان خالص، تقدري تطلعي منه اللي حضرتك عايزاه. يعني مثلا انا اول حاجه لو عندك طبعا مسطره بتقيسي بتخلي ده الجزء ده قد ده بالظبط، ولكن انا بحكم خبرتي طبعا بقوم قايسه كده، واقوم قاسم من نص كده، بقى نص كيلو 500 جرام و500 جرام، واقسم الاثنين دول على 2 يبقى كده وكده، يبقى كده بقى كام؟ 250 جرام، صح كده؟ طب لو عايزه 125 جرام هقسم كل واحده ديت على 2، يبقى 125 جرام 125 جرام 125 جرام 125 جرام، ونبدا نقطعها بورقة زبدة فواصل، ونبدأ نحطها عندنا في التلاجة ونشتغل منها زي ما احنا عايزين. اشتغلنا بقى للحلويات، قلنا مثلا مقادير عايزين ربع كيلو من الزبدة تاخدي شريحتين اتنين، عايزين 125 جرام من الزبدة ناخد شريحة واحدة، وهكذا يعني. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. ناخد عندنا قطعة كده حلوة من الزبدة زي ما حضراتكم كده شايفين، ونبدا ناخدها فين؟ على كازارول اللي عندي على النار، ونسيحها. تمام، ده بالنسبه لايه؟ لاول حاجه هنبدا نشتغل فيها. طيب ايه العجينه بقى وايه الكلام؟ بقوم جايب عندي نص كيلو من الدقيق، يكون دقيق مخبوزات، ونقوم حاطينه عندنا هنا في العجان. المقادير سهله جدا، شويه ملح، نص معلقه صغيره كده من الملح، بعد كده اقوم منزل ومشغل على السرعه الاولى. كلام جميل. الزبده اللي انا سيحتها دي انا هاخدها زبده فرن اللي انا بسيحها ديت يا جماعه عشان هلمع بيها العجينه من فوق، لكن هاخد عندي مكعبين صغيرين زي دول هحطهم مع العجينه، وتكون بدرجه حراره الغرفه. وبعد كده بقوم جايب عندي ميه، طبيعي طبعا النص كيلو بياخد ربع لتر من الميه، هحط عندي كوبايه وربع كده من الميه، ودي كفايه جدا. والزبده طبعا بتكون طريه معايا عشان تخلي العجينه وانا باكلها تبقى ناعمه معايا جدا واحنا بناكلها. ونبدا نشغل على السرعه الاولى لحد ما العجينه ايه تتكون معايا كويس جدا. هوريها لك دلوقتي هتبقى ماشيه ازاي. الزبده اهيت على طول اهي زي ما انتم حضراتكم شايفين، مجرد ما بنحطها عندي على النار بتبدا تسيح معايا على طول، زبده ممتازه. بنقوم شايلينها ونقوم حاطينها هنا جانبا عشان دي اللي هلمع بيها العجينه من فوق. نرجع هنا ونبص، حط الميه كده اهوت لحد ما تظبط معايا الاداء بتاعه العجينه، واعتقد كده ايه هتحط لك شويه ميه كمان اخر حاجه. المية طبعا لازم تتحط بتدريج،
لو هنشتغل بميزان يبقى 200 مللي من الميه، لان انا حطيت 50 جرام من الزبده الفرد، فانا لو هشتغل بالميه يبقى 200 مللي من الميه. ويفضل طبعا انك تحط الميه واحده واحده. كده تمام، خدت الميه بتاعتها تمام. نبدا نعلي السرعه عليها شويه لحد ما تبدا اللي هي تتخدم معايا كويس جدا. العجينه هي انا هسيبها طبعا، ولكن لازم هي ترتاح معايا، فبالطبيعي ان انا عامل طبعا كميه قبل الهواء ومريحهم هنا عندي في الصاج زي ما حضراتكم كده شايفين. بص اللون اصلا بتاع العجينه الزبده عامله فيها ايه، ما شاء الله. هفرد بيه بقى، هنفرد عندنا بشويه نشا، مش هنفرد بدقيق، هنفرد بنشا عشان عايزه تورق تبقى زي الفل. نقوم واخدين عندنا النشابه بتاعتنا ديت، وقلنا النشابه ديت نينجا ولازم تبقى موجوده عندك في المطبخ، لانها بتخلي الحاجه رفيعه جدا اهي. انا هعملها اصلا حجم كبير كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، نقوم لافين حطينا على الثانيه اكني بعمل رواق بالظبط. بص العجينه ما شاء الله مرتاحه، فهتاخد معاكي الموضوع هتلاقيه بمنتهى السهوله، ما بتحطلهاش لا بيكنج باودر ولا بيتحط لها خميره خالص، ولا بيكنج باودر ولا خميره. امال ايه اللي هيخليها كده؟ النشا طبعا والزبده اللي احنا هي محطوطه جوه العجينه نفسها، هتخلي العجينه دي معاكي بتورق وزي الفل ما شاء الله. ابدا افرد زي ما حضراتكم كده شايفين. بص الرفع بتاعتها يا جمال عامله ازاي، بص العجينه رفيعه ازاي ورقيقه جدا، ودي اهم حاجه في الموضوع. طول ما العجينه يعني النشابه بتجيب معاكي فرد افردي عشان نطلع لقمه محترمه في الاكل اهي. عشان كده انا فردت بايه؟ فردنا عندنا بالنشا. اقوم قلبها على الناحيه الثانيه كده، ونقوم رايحين للعجينه اللي احنا بنعجنها عندنا ونبص عليها ايه الاخبار اهي. بص ما شاء الله العجينه اهي نفس الموضوع، بس لازم ترتاح معايا. بسيبها بقى عندي اريحها معايا في بوله، وبعد كده اكورها يعني مثلا نص كيلو ممكن يطلع على 10 كرات، ونبدا اللي احنا نفردها بالنشا زي ما حضراتكم كده ايه بدانا الحلقه. تعالوا بقى اجيب عندي زبده فرن اللي احنا سيحناها، ونبدا نحطها فين؟ على العجينه كده من هنا اهي. اجيب عندي معلقه كده حلوه ونبدا نعملها كده. زي ما حضراتكم شايفين زي الفل زي الفل. اقوم جايب عندي معلقه، وجايبين عندي لحمه مفرومه معصجينها حطينا هنا في النص ماشي، وبعد كده عندنا شويه جبن ميكس جبن كده حاطينهم عليها. وبعد كده بص بقى بنقوم واخدين دي كده وكده وكده اهي على ايدينا كده، بنبدا نعمل الحركه الجميله ديت كده اهو. بنقوم شايلين دي ونقوم لفينا كده من هنا لفه كده، وبعد كده بنقوم واخدين دي كده اهو، ونبدا اللي احنا نعملها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، والف كده بايدينا ونسكنها لتحت، واخد ديت ونقوم مسكنها لتحت اهي، واكمل هي بتطلع زي الفطير ما شاء الله. بص ما شاء الله عامله ازاي، والتوريقه بتاعتها تجنن. تمام جدا تمام، تبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. اجيب عند الصاج بقى، اجيب عندي زبده فرن اللي احنا مسيحينها، ونبدا ندهن بيها الصاج شويه، واخد الفطيره الجامده ديت المورقه اللي باينه عليها عامله ازاي. الثانيه هتظبط اكتر، خلي بالك خليكي معايا تابعي في الثانيه، وابدا اللي انا المع
عشان انا في غلطه كده غلطتها مش هغلطها في الثانيه. ايه هي بقى؟ اللي انا لمعت العجينه، انا مش هلمع العجينه، انا هفرد وهحشي وبعد كده هلمع العجينه من فوق عشان اعرف ان انا اشكلها تبقى مظبوطه. هي دي تمام وهتتاكل زي الفل، لكن في شكل احلى من كده هوريه لك. نفرد كده. زي ما حضراتكم شايفين الشبه ما شاء الله بتجيب معايا بسرعه. بنبقى حاطين ايه؟ بنبقى حاطين نشا معانا. هقلبها كده اهوت على الايه؟ على الجنب التاني. جميل؟ ومش هديها زبده بقى. فاهمه؟ هي الغلطه اللي انا غلطانها المره اللي فاتت ايه؟ بنديها زبده، مش هديها زبده. انا احط لها لحمه مفرومه كده بالنص عشان اعرف اللي انا اشكل. وبعد كده اقوم مديها شويه جبن كده من فوق. وبعد كده يا عمو جمل نقوم واخدينها كده. ونبدا اللي احنا ايه؟ نلفها كده على ايدينا. كده. نقوم شايلينها كده على ايديا، وبعد ما اشيلها بقوم لففها كده لفه من هنا. وبعد ما اخدها اللفه ديت بقوم واخد دي كده بص بقى لتحت. ايوه يا بص بقى اهي بدات تتظبط اهي. كده اهو. اهي. شفت يا باشا؟ فايه اللي حصل؟ الغلطه الاولانيه ايه؟ اللي انا دهنت بالزبده، فبالتالي ما عرفتش ان انا اعمل لها نفس الشكل اللي انا ايه؟ اللي هي بتطلع بيه. بص يا باشا المنظر اهي. شغل عالي. نبدا ناخدها ونحطها فين؟ عندي هنا على الصاج، وبعد كده نديها زبده بقى. ادي زبده فردنا اهي اللي هتخلي الحاجه مورقه وزي الفل وهتخليها بغاشه. اقوم دهن بيها العجينه بتاعتنا ديت. بسم الله اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. فبالتالي شكلها هتبقى ايه؟ احلى من دي. تعالى نعمل واحده كمان يا جمل ونطلع فاصل. طيب هو انا بفرد ديت كده، هنطلع فاصل صغير ان شاء الله. انا كنت عايز اعمل لهم واحده كمان. يلا بينا نعمل واحده كمان اهو. فرديتها كويس بس. مش صعبه، سهله جدا كده. حاولي بس تخليها مدوره على قد ما تقدري بالنشابه اللي عندك. وكل ما تبقى رفيعه كل ما تطلع الحاجه مرقه زي الفل. ما ينسيش اللي احنا حاطين في العجينه زبده فر، حاطين 50 جرام على النص كيلو، فمدينها هتخلي يعني الحاجه بتاعتها تبقى ناعمه جدا واحنا بناكلها. هقوم واخد عندي اللحمه المفرومه. على فكره دي تنفع تتحشي حلويات، ينفع تحشي كاسترد مثلا، او ممكن تحشي كريم باتيسير، ممكن تحشي ممكن تحشي شوكولاته زي ما حضرتك عايزه. بص بلم كده على ايديا اهو كده. نلم كده اهو اهو. بص ايديا واحده بتلم العجينه والتانيه بتاخد العجينه كده. وبعد كده بنقوم ايه؟ واخدينها كده عاملينها زي البقجه. وبعد كده نلفينها لفه كده وناخد العجينه ديت كده اهوت، ونبدا ننزل لتحت كده وننزل لتحت اهو. اللي عايز يحشيها حلو يتوكل على الله. زبده فر، ندهن ونكون ظابطين الفرن على درجه حراره 180، ونسوي احلى شعبيات باللحمه المفرومه في الدنيا. فاصل وبعد الفاصل نواصل. We'll be right back.
رجعنا تاني بعد الفاصل، حطينا الشعبيات بتاعتنا هنا موجوده في الفرن على درجه حراره 180. تعالوا نعمل شويه دبابيس فراخ نشوف هنعملهم ازاي. طريقه ان شاء الله حلوه جدا وهتعجبكم. بجيب عندي حوالي 7 أو 8 دبابيس بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، بصل، صلصه طماطم، فلفل اخضر، طماطم، عندي لسان عصفور ببدا ان انا احمصه او احمره عندي في الزيت او في السمنه، فلفل اخضر رومي، شويه كزبره مفرومه، وشويه ملح وفلفل. تمام، هاخد عندي شويه زيت مع مكعب زبده احطهم هنا. سكينه الصفرا بس ايه عشرت بقى الباشا ده كده من هنا، ده الجزء اللي يبقى فيه لحم. والزبده والزيت بحطهم عندي يسخنوا عندي على النار. نبدا ناخد عندنا دهبيس الفراخ ونبدا نحمصهم كويس جدا بقى، ونحمرهم كده تحميره حلوه على ما نقطع لهم شويه الخضار بتوعهم، بصل، ديها بصل كتير، الطواجن تحب البصل كتير، بصل الابيض ده بيخلي طعم الحاجه سكر. تعالى خش يا حبيبي. قطعنا كده ايه البصل، نديها كده تقليبه كده لدبابيس الفراخ، نخليها بس تاخد لون حلو الاول على ما نقطع بقيه الايه المكونات بتاعتنا. قطعنا البصل خلاص يبقى شرايح رفيعة زي ما حضراتكم كده شايفين، واكون محضر عندي الطاجن اللي هبدا اشتغل فيه، واديله مسحه زبده من زبده فرن اللي احنا مسيحينها، ونبدا ان احنا ايه نحطها كده في الطاجن عشان يبقى جاهز معايا. كلام جميل. وهي بتتحمص كده اديها ايه شويه بهارات كده حلوين، شويه بهارات، شويه فلفل اسمر اكحل، شويه بابريكا. ايوه بعيد قوي ايه. محمص عندي شويه البهارات دول عشان يخلي لي اللون بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. اللون برضو لما يبقى ذهبي وانت بتحمص الحاجه بيخلي الحاجه في حته ثانيه خالص. طاجن محترم قوي قوي قوي. طيب شوحنا الدبابيس، خدت اللون الذهبي زي ما اتفقنا، كل ما تديها تحميصه اكتر لازم تكون افضل، وبتساعد كمان على عمليه الايه التسويه نفسها. بنشوحها الاول وبعد كده بنبدا نحط لها الخضار واحده واحده، بس هي يعني اديها التحميره الاول بتاعتها وبعد كده نبدا ننزل عليها ايه بالبصلايه اللي احنا عملناها. طيب عندنا فلفل اخضر رومي، برضو نفس الكلام هقطعه عندي شرايح رفيعة، طاجن بقى يبقى لازم يديله ايه حتة فلفل حامي برضو كده تروق المسائل.
وبعد كده هو اخر حاجه خالص الايه الطماطمايه. كده كده وبعد كده بنقوم واخدينها ايه شرايح رفيعه جدا. نرجع هنا للباشا بتاعتنا وهي شغاله كده اهو، خدت عندي اهي التحميره بتاعتنا. نبدا نديه ارميها البصل، هديلها البصلايه بقى زي ما حضراتكم شايفين، ممكن مع شويه البهارات. بعد كده بنبدا ايه نحط لها بقيه الايه المكونات بتاعتنا. ناقص ايه هنا تاني؟ الخضار متقطعش عشان نبقى ايه يبقى تمام كده معانا. شويه الكزبره المفرومين، وعندنا لسان العصفور اللي احنا محمرينه عندنا فين في السمنه، ومعلقتين اتنين من صلصه الطماطم. نروح عندي على البصل، وبعد ما دبل كده وتشوح عندي مع الفراخ او دبابيس الفراخ، اقوم حاطط عندي معلقه حلوه كده من صلصه الطماطم. طاجن بفضل الله تاكل صابعك وراه. ونقوم رايحين واخدين بقيه المكونات ديت عليها، الطماطم، فلفل الاخضر، والكزبره الخضراء، كله مع بعضه. نروح هنا اهوت لايه للفراخ، عشان لسه اخر حاجه هتاخد معاها اللسان العصفور. مفيش مشكله، حاجه نضيفه ومنضفينها وكلام التمام. لسان العصفور بقى بتاخد بس امتى بقى؟ بعد ما يتحط عندنا الميه السخنه اللي بتتحط بعد ما كل ده بيتشوح معايا. كل ما تيجي تتشوحي لها كل ما تديكي نتيجه افضل. يبقى انا حطيت اول حاجه كيلو من دبابيس الفراخ، شوحناهم مع معلقتين اتنين من الزبده، جبنا معلقتين اتنين من الزبده فرن، وبعد كده بدانا نشوح بيها الفراخ، وبعد كده حطينا الدبابيس الفراخ نشوحناها، شويه ملح وشويه بهارات صغيرين قوي، مع الخضار اللي احنا حطيناه، الفلفل الاخضر، فلفل حامي، صلصه طماطم، طماطم مفرومه، وبعد كده عندنا شويه كزبره خضراء، وكل ده هوت مع ايه مع بعض يتشوح حاجه لوز اللوز ما شاء الله. نبدا ناخد عندنا بقى الميه السخنه اللي بتغلي، ونبدا نحطها فين؟ عند الباشا ده. ايوه تمام جدا. ابدا ان انا احط عندي الميه واسيبها تاخد غلوتين اتنين بس. ايوه صحيح. ناخد بقى غلوتين اتنين يا عمنا براحتها خالص، وبعد كده نبدا نحط لها ايه؟ لسان العصفور. بس لسان العصفور مش هحطه دلوقتي، يعني لما تاخد الغلوه بتاعتها نبدا اللي احنا ايه؟ نحط لسان العصفور، نحطها جوه الطاجن الحلو اللي احنا ذهبناه بالزبده، ونحطه جوه الفرن مقفلينه بفويل او بغطا عندنا. تعالوا نبص عندنا على الشعبيات بتاعتنا، ما شاء الله لسه درجه الحراره 180. خلينا ناخد فاصل صغير على ما تاخد هي إيه الغلوه بتاعتها، نظبط الملح. نظبط الملح شويه وشويه الفلفل، ونديها التقليبه عشان لسه نحط لها لسان العصفور. بس بعد ما ايه ما تاخد الايه الغلوه تمام، نبص كده على الملح بتاعها واخبار ايه. حلو جدا، مش محتاج اي حاجه تاني. نعيد
سريعا بس عشان في ناس كلمتنا كده في فاصل وعايزه مقادير الشعبيات تاني، نعيدها بسرعه. نص كيلو من الدقيق، حطينا عليها مكعب زبده فر، وبعد كده شويه ملح صغيرين وميه للعجن بس. عجننا العجينه وكورناها كويرات صغيره بعد ما ترتاح طبعا، بنعجنها لمده 5 دقائق، بنسيبها ترتاح 10 دقائق وبعد كده نكورها كويرات صغيره ونسيبها مرتاحه ونقوم مقفلينها كويس جدا عشان الجو تاخد رطوبه تعمل قشره من فوق، فاحنا مش عايزين تعمل القشره دي فبنغطيها بفوطه او بستريتش. وبعد كده بنقوم واخدينها ونفردها بنشا بالنشابه اللي احنا فردناها، ونعمل الخطوه اللي احنا عملناها. قلنا ينفع تتعمل حلو وينفع تتعمل حادق، احنا عملناها حادق باللحمه المفرومه، وينفع بالسجق، وينفع بالفراخ، ينفع باي انواع الحلويات. وبعد كده لفيناها من تحت، كورناها كده وبدانا نعمل الشكل اللي حضرتك كده شفتيه، وحطينا عليها زبده فرن ودخلناها عندنا الفرن على درجه حراره 190. هناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نواصل. رجعنا بعد الفاصل بقى، بنبدا نحط عندنا الفراخ بتاعتنا اهي ما شاء الله زي ما حضراتكم كده شايفين في الطاجن. ونبدا نوزع عندنا لسان العصفور جوه وفي الحاجه نفسها. شكلها تبقى كتير ولا ايه؟ لا عادي يعني، ان شاء الله خير. ماشي، بصوا عايزين، عارفين الصاج المربع اللي هو البني اللي هو الالومنيوم؟ عايزينه يا شباب، الصاج اللي هو المربع الالومنيوم عشان هو عريض عندها شويه، عشان هنجيبه يعني الاول نشتغل بيه. تعال نشوف عندنا الشوربه هنعملها ازاي على ما نجيب لها الصاج، بس لان الصاج ده رفيع شويه فمش هيبقى مظبوط. حته حلوه قوي، حته مزيكا. نظبط كده الدنيا حواليها ونشيلها ونقوم ايه حاطينها في الطاجن وشايك بالفراخ كده كلها الدبابيس ايه من فوق عشان تاخد برده اللون دي الذهبي كده وتبقى مظبوطه ظابطه تمام. تعال نشوف عندنا شوربه البروكلي بقى هنعملها ازاي. شوربة البروكلي انا بجيب عندي البروكلي قدام حضراتكم اهوت، يكون طازه بالشكل ده. عايز تدور هاند بلندر براحتك، فلفل الوان معاها، جزر، عندي زبده، مكعب مرق، دقيق، وعندي لبن لو في كريمه مفيش مشكله، وعندي شويه شبت برده بيخلوا طعمها حلو قوي. ازاي بقى بننفذ الخطوه ديت؟ على النار نبدا نحط عندنا مكعب زبده، نحط عندنا شويه زيت ذره صغيرين معاها، بعد كده بقوم واخد عندي شرايح ثوم نقوم مشوحينها، مشوحين الثوم، واخدين عندنا الباشا البروكلي. ادي الثوم حوالي 4 فصوص كده ثوم مع الزبده مع الروايح، نقوم حاطين عندنا البروكلي اللي احنا واخدين منه الظهر وغسلينه كويس جدا، ونبدا حضراتكم اللي احنا نشوحه. لا التاني اللي هو مربع اكتر، بص زي ده بس اللي هو التاني. زهرة البروكلي ادبلها مع الثوم ومع الزبدة، هبدأ انزل عندي او اروح جايب عندي جزر، وانا بقطع ليه كله مكعبات كبيره عشان كله ده هضربه اصلا بالهاند بلندر وانعمه شويه. هو واخد عندي الجزر حاطينه مع البروكلي، وندي لها التشويحه التمام.
فلفل الوان. كل ده هو ببدا ان انا اشوحه كويس جدا عندي على النار. وبعد كده بجيب عندي شويه شبت صغيرين. الشبت مفروم يدي في الشوربه موضوع تاني خالص. ادي الشبت. اروح عندي على البروكلي وعلى الفلفل الالوان. واخد عندي مكعب الملق بالمره. يا ابني انتوا مش عارفين انا عايز ايه والله. يا الله ده انتوا يا جدعان. شفت بقى يا ابني في واحد مربع تاني موجود كبير. ايه يا جماعه في ايه؟ صلى على النبي كده، صلى الله عليه وسلم. ايه طبق المستاج المربع؟ طب حد يجي مكاني هوا طيب والله وانا اجيبه. لا اله الا الله. طيب حط عندنا ايه شويه دقيق صغيرين على الحاجه الخضار ديت. طيب الدقيق ده بيتحط ليه؟ عشان يدي عرق كده حلو ليه. هقوم واخد عندي نص كوبايه لبن او كوبايه لبن حطينا عليها، واقوم واخد عندي الميه يا عم جمل ونقوم حاطين عليها الشوربه ديت ونسيبها ايه تغلي مع نفسها. عشان زي ما اتفقنا كل ده بالهاند بلندر بقى هنبدا ان احنا نضربه. عايز تحط لها شويه كريمه في الاخر، هو ده عايز تحط لها شويه كريمه في الاخر براحتك خالص. شفت اهو، هو مش هو بس عادي يعني. والله العظيم اجيب لك انا صاج منين يا عم انت. ماشي والله ما انا حاطك على صاج. انا زهقت، انا هعمل حاجه تانية بقى. انت عارفين بس انا عايز احطه على صاج ليه؟ عشان بس لو ما يجي يوقع بس حاجه ما يقعش على الفرن، فانا هعمل حاجه اقوم حاطط الصاج تحت من هنا. طبعا الجمل لو قعد 100 سنه عمره ما يفكر التفكير ده، لان هو مخرج ملوش علاقه باللي انا بعمله. ايه؟ حلو جدا، الشوربه شغاله وتمام التمام. تعال نشوف عندنا الشعبيات بتاعتنا. الله الله الله، طلعت يا باشا زي العسل. الله اكبر. واخد بالك انت بقى من حاجه؟ تعالى بقى بص على الجبنه وهي طالعه كده من فوق. يعني الجبنه وهي ايه؟ بص بص العجينه اصلا طريه ازاي؟ لا اوعي ولا ناشفه ولا اي حاجه، عجينه طريه طراوه السنين يعني. انت لو عايزه تسيب الشوربه ديت على فكره والله ريحتها حلوه قوي. الشبت يا جماعه مع البروكلي مع اللبن مع المكعب المرقه حاطينها مع الزبده عاملين ريحه حلوه قوي قوي. طيب ابدا ان انا اخد عندي شويه الملح صغيرين وشويه فلفل. وكده ايه هديها كده غلوه، اقوم مغطي عليها كده اهوت، هديها غلوه بسيطه كده وابدا اديها نص ضربه بالهاند بلندر، وبعد كده تطلع هوريها لك هتبقى عامله ازاي، والعرق اللي هي واخداه من معلقات الدقيق برده هيعملوا لها شخصيه حلوه جدا. بعد الفصل هنشوفها باذن الله. يلا بينا.
شوربه البرك ريحتها حلوه قوي بصراحه يعني. جميله جميله جميله. ناخدها كده اهوت بقى نعمل بقى ايه؟ هنقوم واخدينها كده ونروح نديها نص ضربه كده بسيطه خلاص هي استوت. عايز تاكليها كده زي ما هي والله جميله. ولكن انا بص هاخدها برضو ايه هتبقى قطع برضو ولكن تبقى مهروسه شويه. حطينا عندنا على النار تاخد كده ايه غلوتين كمان كده وبعد كده نبدا نقدمها. بص اللون بتاعها عامل ازاي، بص القوام بتاعها كمان ما شاء الله حاجه محترمه جدا. طيب تعالوا نبص عندنا على الكريمه اللي احنا نعملها. كريمه فرن سهله جدا، اسهل انواع الحلويات ممكن تعمليها. بقوم جايب عندي لتر لبن عندي على النار ونبدا نحطه فين زي ما حضراتكم كده شايفين في الحله، يغلي معايا. بعد ما بيغلي تعالوا نجيب عندنا المقادير قدام حضراتكم نازله اهيت، تقدروا تكتبوها. حط عندنا النشا وحط عندنا دقيق، نشا مع دقيق. الدقيق بيعمل ايه؟ الدقيق مع النشا بيدي طعم كريمي حلو قوي. معلقه مستكه صغيره جدا ماشي. وبعد كده بقوم حاطط عندي السكر عليهم نص كوبايه، والتحليه طبعا بتاعت السكر دي حسب ما انت عايزه. بعد كده بقوم حالل الكلام دهوت كله بميه واقوم مقلب كوبايه الميه ديت، حاطينها كده عندي واقلب الدقيق مع النشا. ممكن يكون زودت ميه شويه مفيش مشكله عادي. نقوم حاطينها او ممكن تدوبيهم بشويه لبن ونبدا نعلي النار عليها خالص لحد ما تبدا اللي هي تجمد معايا. بعد ما بتجمد معايا بنبدا اللي احنا نوزعها قدام حضراتكم على بايركسات زي اللي قدام حضرتك ديت، ونسيبها عندي لحد ما تبدا اللي هي تبرد معايا. بعد ما تبرد بتعمل قشره، بنقوم واخدينها ونقوم حاطينها فين؟ في الفرن لحد ما تاخد الوش بتاعنا الجميل. تعال نشوف عندنا الكريمه الطاجن لسان عصفور ما شاء الله يعني ما وقعش والله يعني طلع محترم جدا يعني. والبايركس بصراحه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اتفرج على الجمال. ولسان العصفور استوى استوى اهو، عايز شويه كمان في الفرن، هنديله شويه كمان في الفرن. تمام جدا. تعال ناخد عندنا الشوربه، هي دي شوربه البروكلي بتاعتنا. زي ما حضراتكم كده شايفين شكلها يهبل بجد، شويه عيش جنبها كده عيش محمص بالثوم. يا سلام حطينا كده جنبها يعني بالزبده وبالثوم كده وبالهنا والشفا. حتى انا سايب بقى قطع بروكلي كده لما جيت هرست بالهاند بلندر ما ضربتهاش قوي، سبتها شويه صغيرين عشان تبقى القطع بتاعت البروكلي تكون باينه، ونقدمها كده اهوت بالهنا والشفا. اتعملت ازاي؟ زبده شوحت معاها ثوم أربع فصوص ثوم، حطينا زهر البروكلي، حطينا فلفل ألوان، بعد كده حطينا الشبت، والشبت على فكرة كلمة السر فيها عامل فيها شغل حلو قوي. بعد كده حطينا مكعب مرق وملح وفلفل، حطينا لبن وحطينا مية سخنة وسيبناها تغلي عندي على النار، وحطينا لها شوية ملح، وبعد كده قدمناها ألف هنا وشفا. الله بص القوام بتاعها عامل ازاي واللون. نرجع هنا للباشا ديت، نقلبها كويس جدا عندي، وهم واخد منظف هنا ومظبط الدنيا. على ما الكريمه عندي تستوي تعالى اوريكم عندنا طقم الكاتش نوفا الاسمر اللي احنا بنشتغل بيه على الهواء. ده قدام حضراتكم اهو الطقم ده اللي احنا بنشتغل بيه قدام حضراتكم يوميا، عارضينه قدام حضراتكم. ده تقدري تجيبيه من برايدز هاوس.
الخامات بتاعته كلها الكيتش نوفا ايطاليه 100%. كل الخامات اللي قدام حضرتك ديت دي كلها خامات ايطاليه، حتى الكوتنج نفسه بتاعها ده ايطالي. هتلاقي كل حاجه موجوده، اتصل جريل المتجزعه، عندك الحلل، والحلل اللي كمان ليها ميزه تقدري تعملي فيها المقلوبه جميله جدا، ومفيش حاجه بتلزق فيها، ما بتشغلش الاكل. والمصنع ده مصري، يعني مصنع كيتش نوفا ده انتاج مصري، فحاجه بصراحه يعني فخر للصناعه المصريه، اللي احنا بقينا بنطلع حاجه بالكواليتي العالي ده، بقت حاجه محترمه جدا. حلل ما شاء الله اطقم جميله جدا، تقدري تاخديها على طول من صفحه برايتز هاوس، هتلاقيها موجوده على السوشيال ميديا، هتلاقي صفحه عليها داخله على 400,000 متابع، هي دي الصفحه اللي تقدري تتعاملي معاها، عشان زي ما اتفقنا في ناس ما بتتقيش ربنا وبتاخد اسم الصفحات ديت وتبدا تبيع، والناس بتشتري منها، الناس اللي مش بتعرف قوي في السوشيال ميديا فبتقوم شاريه منها والحاجه بتبقى مضروبه. فتخلي بالك انت بتجيبي الحاجه من برايتز هاوس اللي انا قلت لك عليها، صفحة موجودة على الفيسبوك دي، بتصل بيهم بيجيبوا لك الحاجة لحد باب البيت، وبيدوكي معاها كمان ضمان. دي طقم جرانيت محترم جدا زي ما انت شايفة كده، حاجة تعيش معاك العمر كله ما يحصلهاش أي مشكلة خالص. هديها بس كده تقليبة حلوة كمان، طول ما هي على النار لازم نفضل نقلب فيها الكريمة الفرن اللي احنا عملناها، 1 لتر لبن، معلقتين من الدقيق كبار، معلقتين كبار من النشا، واخر حاجه خالص عشان ادي قوام بقى حلو ليها وادي كمان ملمس حلو ليها، بقوم حاطط عليها مكعب زبده كده طري في الاخر، اخر حاجه خالص كده ببدا ان انا ادي لها ايه مكعب زبده، ولازم افضل اقلب فيها كده طبعا، تبدا هي بتتقل معايا، هو كده كده لسه اصلا الحاجه ما غليتش معايا، مجرد ما بتغلي معايا بتبدا ليا ايه تتقل معايا. يبقى حطينا لتر من اللبن كامل الدسم، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من الدقيق، بدوبهم مع نص كوبايه سكر وكوبايه لبن او ميه، بس يفضل طبعا اللبن يكون بارد، لان ما ينفعش اللبن والنشا يتحطوا عليهم لبن سخن من اللي انت بتسخنيه، فانت بتحوشي شويه كده صغيرين الاول يكونوا باردين تدوبي فيهم الكلام ده، ومعلقه المستكه نص او ربع معلقه صغيره من المستيكا الباودر بتخلي معاك الحاجه زي الفل. اديها بقى التقليبه، اهي بصي كل ما تقلبي فيها هتلاقيها بدات تتقل معاكي وتبقى زي الفل ما شاء الله. حضر عندي البايركسات بتاعتنا من غير ما تكون دهناها اي حاجه خالص، نضفها كويس بس، عشان هنبدا نصب فيها دلوقتي. اهي بص التقل بتاعها بقى عامل ازاي، نقلب كريمه فرن اسهل ما يمكن. لازم تسيبيها تبرد بقى، يعني انت ما ينفعش تاخدي الكريمه كده هوب تدخليها الفرن على طول، لازم تعمل قشره الاول، القشره دي اللي هي القشطه، خلاص قلبت اهي، خلاص بعد ما تقلب خلاص كده ايه تبداي ترفعيها من عندك من على النار خلاص. نبدا ناخدها كده اهوت ونروح فين عندي على البايركسات اهي، بص ما شاء الله القوام عامل ازاي، ما تملاش الاخر بس، نقوم جايين على الثانيه ونسيبها عندي تبرد معايا شويه تانيين، ممكن نحطهم في اي صواني تاني، وبعد ما تبرد معايا بنقوم حاطينها في الفرن، فبتطلع الجوش والشغل العالي اللي قدام حضرتك ده. نجيب عندي معلقه كده زي ما حضراتكم كده شايفين ما شاء الله، بصي بص ال مش عايز اقول لك عامله ازاي بقى، يعني حلوه قوي قوي ان شاء الله تعملوها وتعجبكم جدا جدا. ودي الشعبيات، نيجي نديها واحده كده جمل كده من النص قبل ما نختم حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اديها كده، بص بص النعومه بتاعتها عامله ازاي، ملفيه الله اكبر. بص يا باشا التوريقه والجبنه، والله شغل عالي يا جمل. بص يا خل، بقول لك هتاكلي بقلاوه، هتاكلي بقلاوه بجد. دي كانت حلقتنا النهارده، واتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم، اشوفكم في حلقه قادمه من برنامج المطعم، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك. We'll be right back.